البطولة اللي هتستضيفها أسوان النهارده هي بطولة جنوب الصعيد، بيمثلها محافظات سوهاج وهنا والأقصر وأسوان، لانتقاء لاعبين تحت أو مواليد 2000 لمنتخب مصر مواليد 2000، طبعا تحت رعاية الاتحاد المصري لكرة القدم وفرع الاتحاد في أسوان، وطبعا بإشراف الدكتور محمود سعد وهو اللي بينتقي مع طبعا الجهاز الفني للمنتخب كابتن عمرو. فأسوان بتسعد ان يبقى اختيارها ان يبقى هي تقام هذه البطولة على ارضها. ان شاء الله أسوان جاهزة انها تستقبل بطولات عالمية، ولكن مش بطولات يعني، لا دي بطولات عالمية ان شاء الله، ودي بكورة اللي فتحنا نبتدي من الصغيرين لغاية ما نكبر ان شاء الله ناخد نستضيف الفرق الكبيرة. عشان تاخد الفلوس منظمه منتخب اسوان لكره القدم تحت رعايه الاتحاد المصري لكره القدم، دوره وديه لمناطق جنوب الصعيد اسوان الاقصر قنا سوهاج لمواليد 2000 لانتقاء لاعبين للتمثيل في المنتخب الوطني، طبعا تحت اشراف الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وبحضور اللواء مصطفى يسري محافظ الاقليم. طبعا كل الشكر والموصول للمدير الشباب والسيد المحافظ والاعلام بصفه خاصه لتغطيته لهذه الدوره، وبنهدي كاس البطوله للفريق الفايز ده باسم اللواء مصطفى يسري محافظ الاقليم.